عايز ايه يالا؟ انا مش فاضيلك. عايز اريحك يا باشا عشان تعرف تفكر. اتكلم على طول هروح امك ولا اجيب الرجاله يرموك بره؟ لا وعلى ايه؟ ملوش لازمة يا باشا، ده انا كنت عايز مصلحتك، ده انا كنت هقريك مين اللي سرق المحل، بس سلام. استنى يالا. مين؟ اديني الامان يا باشا الاول عشان نعرف نتفاهم واللي اتسرق منك يرجع لك. امان انطق. انا اللي سرقت المحل يا باشا. ايه؟ هي هنا برجلك يا ابن يا ابن الايه يا باشا؟ يا ابن الايه ده انت مديني الامان. دول 90 مليون وكاميرا. 90 مليون جنيه وكاميرا يا باشا. عليها حاجات تخصك. انت بتقول ايه؟ شفت بقى يا باشا انك لازم تهدى وانا اللي لا مؤاخذه هريحك. ماشي اسمعك. انا سرقت المحل يا باشا بس لحساب صفوت نصار. ايه؟ صفوت نصار؟ ايوه يا باشا، هو اللي مقريني على الليله كلها ومديني خريطه بالمداخل والمخارج وكمان معرفني ازاي افصل الليزر. ليه؟ يا باشا عايز ينتقم منك، مش ناسيلك انك خطفت بنته. ده شريكي في المحل ب 30 مليون. ما عشان كده يا باشا عمرك ما كنت هتشك فيه. طب وانت جاي تقولي ليه؟ خنته ليه؟ عشان هو خان يا باشا وعايز ياكل حقي وهددني بزياد الخولي. زياد الخولي؟ ايوه يا باشا. اللي كان متفق معاك على 10 مليون علشان يرجع لك اللي اتسرق، كان بيثبتك لمؤاخذه يا باشا. كان موالس مع صفوت نصار عليك وعارف كل حاجه. كانوا عايزين يخلصوا عليك يا باشا بعد ما تبقى على الحديده، تبقى مذلول ليهم. انت كذاب. انا مش كذاب يا باشا. انت لمؤاخذه اتضحك عليك وانا هثبت لك. انا عندي الليله دي ميعاد مع صفوت نصار قبل 12 بالليل عشان اديله الكاميرا. انت الكاميرا معاك؟ اه يا باشا. خليتها بقى معايا علشان اضمن ان هم ما يخلصوش عليا. انا هتصل بيه وهخليك تسمع بودانك. مش ده رقم صفوت؟ اهو. الو صفوت باشا؟ ايوه باشا انا معايا الكاميرا وجاهز. فين يا باشا؟ قول يا باشا. تمام قبل الميعاد هتلاقيني عندك. سلام يا باشا. مرة دي بموتك يا صفوت يا نصار. تبقى انت كده يا باشا بقى عملت الصح. فلوسي ال 90 مليون هيرجعوا لي ازاي؟ انا باشا اللي هرجعهم لك من زياد الخولي بس بعد ما اسلمهولك بايدي. انت بقى هتستفيد ايه؟ يا باشا ما انت هتديني ال 10 مليون اللي كنت هتديهم لزياد، زائد بقى انك هتخلصني منه ومن صفوت نصار. وكده يا باشا بقى يبقى انت رجعت لك فلوسك وانا خدت حقي. حقك؟ مش ادراك بقى ان انا ما خلصش عليك دلوقتي. مش هتقدر يا باشا عشان الكاميرا مع واحد حبيبي، لو حصل لي حاجه هيروح يسلمها للبوليس ويقول لهم على كل حاجه. باشا صدقني اسمع كلامي، فلوسك زي ما انا سرقتها أنا برضو اللي هرجعها لك. أنا بس عايزك يا باشا دلوقتي بقى تهدى عشان تعرف تفكر. إزاي هتخلص على صفوت نصار الأول قبل ما هو يخلص عليك يا باشا؟ اتفضل يا صفاتين، إحنا بنتهدد. عاجبك الكلام ده يا عم عزوز؟ الله يخرب بيت عمك عزوز على اللي جابه عمك عزوز. أنا هسيبك وأخش أنام، أنا مش ناقص صداع. تنام إيه يا صلح عزوز؟ طب والمعلم زي العكة، نسيبه يروح قدر كده في الحلبة؟ يا حامي ما يروح في الحلبة ولا في السحلب ولا في أي مشروب يعجبه ولا يروح في 60 دقيقة حتى، أنا مالي يا أخي؟ يا عم عزوز، هو كل واحد هيدخن شكمانه في وشنا؟ على كل حال إحنا نعرف نجيب له حقه. بس بس أنا الحل هنا ونجهزه، بس بقى ممكن كلنا كده نخرس عشان أعرف أتكلم؟ اتكلم وارغي. أول حاجة علشان نبقى كلنا كده في السليم نخلي عم عزوز يعمل محضر سقع كده، ها؟ ويتهم فيه درغام ورجالته إن هم اللي خطفوا المعلم زي العكة. والمحضر ده بقى إيه لازمته يا حيلة؟ جهلة بالقانون زي جوزك. المحضر ده يا هانم هو اللي هيحفظ لنا حقنا علشان لما نهجم على مخبأ درغام بعد الفجر ونظبطهم متلبسين بخطف. اشمعنى بقى الهجوم بعد الفجر؟ علشان نصلي الفجر الاول، ثانيا بقى اكيد هم ساعتها يعني هيبقوا نايمين. طب ولما نظبطهم نايمين ايه؟ نصحيهم
ونجرجرهم بقى على الاسم مقريفين، بس قبل ما نجرجرهم على الاسم نربطهم كده ونلف بيهم الجزيرة كلها علشان يبقوا عبرة لمن لا يعتبر. اسمعوا بقى الخطة. الو صفوان باشا؟ معلش يا باشا اتأخرت عليك. لا زياد الخولي بيراقبني وبيهددني ورجالة عنتر ورايا في كل حتة. اه يا باشا شكله اكتشف السرعة وعايز ياخد الكاميرا. اه يا صفوت بيه بيشتغل لحساب عنتر الناس. بحاول اخلع من المراقبة وجيه. سير يا حمام. أنا لو أضغطني أنت تاني حامل في الدنيا أنا مش هقولها. حرام أنت سبانة مش بتطبي ده إيه؟ أنت يلا أنا سبانة مش بتطبي بتطبي. خاتم ده جبته منين؟ كنت مع ميشو وهو بيسرق محل عنتر الباشا ولا واخده هديه؟ واخده هديه هو اللي داوي. ده منين يلا؟ انا في اسكندريه. راح اسيبك تمشي دلوقتي بس هتخرج من هنا على اسكندريه قسما عظما لو شفتك في القاهره تاني. انت عارف حامل في ايه؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف. اوكي ارمي الزباله تبعتها. اللي زرعته يا صفوت انت بتحصده النهارده زي ما جيتني بيت اهلي زمان عشان خاطر تاخدني رغم ان ابويا كان رافضك عشان عرفك على حقيقتك. النهارده بنفس السيناريو بس مع بنتك. يا خوفي يا بنتي تعمل زيي وتمشي ورا قلبها وتسيبنا وتمشي. بتخرفي بتقولي ايه؟ بقول اللي انا شايفاه. الزمن ما نسيش اللي انا عملته بيحاسبني في بنتي زي ما سبت بيت امي وابويا وسبت دنيتي بحالها ومشيت ورا انسان بيمشي غلط وبيكابر وبيعاند. بنتك برضو وقعت في واحد من نفس عينتك. انا مش دايما هقدر امسك اعصابي واسمع منك الكلام ده. ما تسمعوش خلاص برد على قلة بنتك اللي من ساعة ما جت عمالة تسألها لي. اقف كده قدامها وحط عينك في عينها وشوف ان كنت تعرف تكذب عليها زي ما كذبت عليا ولا لا. لا انا خاص خاص قوي مش اول مره احس اني ضعيف ومش عارف ادافع عن نفسي. خايف بكتر الضرب لموت ومحدش يحس بيه. انا فاهمينه اول مره احس اني بزباله قوي. خلاص بقى يا ترك في ايه؟ روق يا اخي. وبعدين قلت لك حقك هيرجع لي وبزياده ومنهم كلهم. وبكره اسبوعين. هلا وبعدين يا ترك انت اول مره يعني تنضرب؟ شو الضرب اللي وجعني يعني يا ابني؟ لو ضربت قد كده 100 مرة ولا حوا. عارف اللي وجعني وكسرت الناس. كسرت الناس. كسرت الناس وحشة أوي يا بيه.
معلش يا صاحبي كده مش هحب حد غير. طب وقلت لها اليوم اللي قلت لها فيه ده اخر يوم هشوفها فيه؟ ليه؟ مش هشوفها تاني ليه؟ عايز اقول لها يا باشا، عايز اقول لها ده انا بشتغل حرامي. وايه يعني؟ طب ما ابوها صفت نصر نفسه حرامي. ايوه يا باشا، هي ما تعرفش. قول لها يا تركي، قول لها عشان نروح سوا. انت عايزها تروح بيها؟ معرفهاش يا باشا، زي الورده المفتحه عليها حتى لو جت في الهواء. يا سلام، ده انت يا تركي بتحبها قوي وليت فيها كمان. بتقول ايه بقى؟ قله البخت. يوم ما احب الطليانيه تسيبني وتسيبني، يوم بحب المصريه يطلع ابوها صفوه مصار. ظهر ان انت كنت صح يا ابن الحاوي، ما قلت لي ان احنا موجودين بس في الدنيا دي عشان ما تطلعش. طب امسك يا ترك، امسك امسك الصم كده وروق. انا رسيك بقى على اللي هنعمله مع زياد الكوري. يا اخي انت ما بتحسش، ما كفايه لعبه بقى يا بيش. اتقل يا ترك، ده هنتأخده بقى في عمليه ولازم يكسب، وإلا كل اللي عملناه هيروح على فتوش. المرة دي لو خسرنا هيصرخ وشنا وبس. دول لا على إيه؟ نكمل الماتش. شوف أخيك معاك يا ميشو. ولا أجل قالوا ألا يسخطوا كام؟ هو ده الكلام. اسمع بقى يا قرد. نهار طلع يا فاطين. ايه هتفضل رايح جاي كده ومش هتدخل تريح شويه؟ مش هريح يا قطر، وريحي انت بقى كده شويه وانزلي من على نفوخي، علشان انا دماغي مشغوله ومش فاضيلك. مشغوله بان شاء الله. ايه خلاص مش قادره على بعدها؟ بعد مين يا قطر ما تلاقيها بقى؟ لا اله الا الله. طب افهمها ازاي بقى؟ دي فعلا ناقصات عقل ودين. طالما ناقصات عقل ودين، خد بقى العيل ده عشان انا نازله من بكره الشغل، اتعود بقى. هاتي يا قطر هاتي. ايه بتهدديني؟ فاكراني مش هقدر اشيل سنهوري ابني؟ هيهات، ده انا سنهوري ده احطه جوه عيوني، ده انا اخدمه برموش عينيا. سنهوري يا اولاد على الصوت. تعالي يا ماما شوف ابنك اللي ما نامش من امبارح وسايبني مرميه لوحدي في الاوضه. ايوه مثلي مثلي قطر، وبرضه مش هريح يا قطر يا بنت شهر. ايه ده عاجبك كده؟ او سنهوري عملها عليا اهو. احسن. يعني انت قطر كنت عارفه ان هو هيعملها عليا؟ اه كنت عارفه يا فاطين. ماشي يا قطر، اما فرقتك اما حرمتك من الراحه يا قطر، ما بقاش انا فاطين. مالك بس يا فاطين يا ابني، متعصب على الصبح ليه؟ يا امي القوة السرية بتاعتي في مهمة من الفجر لاسترجاع المعلم زلعوكة المخطوف، ومحدش منهم ظهر لحد دلوقتي. هو انت كل ما هتتزنى هتجيب لنا سيرة الخطف؟ بقول لك ايه يا قطر، اسكتي بقى خالص لخرشمك. قوة ايه وسرية ايه يا فاطين يا ابني؟ بعدين يا امي بعدين بقى، انا قلقان دلوقتي. معلش معلش، اقعد هنا يا سنهور، اقعد يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل يا استاذ فاطين. صباح الجمال عم زلعوك. الله اكبر الله اكبر. تعالى تعالى زغرات ياما، المهمه نجحت. مهمة ايه يا ابني اللي نجحت؟ مش المعلم زلعوكة كان مخطوف من درغام ورجالته ياما، والقوة السرية بتاعتي قدرت ان هم يحرروه. احكي لي بقى عم زلعوكة، احكي لي انقذوك ازاي من ايديهم؟ هم مين اللي انقذوني؟ انا ما كنتش مخطوف يا استاذ فطين. ايه؟ ما كنتش مخطوف؟ امال انت كنت فين ده كله؟ الله يكسفك، وما كنتش ليه بترد على الموبايل؟ ما هو ده اللي انا كنت جاي لك علشانه، اخبار على السخ ما تستناش. ايه هي الاخبار؟ قول. من خلال مراقبه الدرغام عرفت انه مسافر يقابل خواجه عشان بضاعه. كنت حاسس بده. فكرت انا بقى، ربنا يستر، قلت ما بديهاش، طلعت وراه بالعربية لحد شرم الشيخ، وفجأة حصل اشتباكات. الموبايل فصل شح، عشان كده معرفتش اتصل بيك، بس عرفت كل حاجة ولسه واصل حالك. مساء الخير يا سعادة الباشا. مساء الخير يا حمدي.
حاولت مع الباشا من امبارح اوصل لعنتر الباشا بس للاسف ما عرفتش. يبقى نحن لازم نحصل بدري، نحدد معاد مع زياد الخولي كمان ساعة. طب امر سعادتك. دادي دادي كنت عايز اتكلم مع حضرتك شوية ممكن؟ وانا برضو يا روح بابي عايز اتكلم معاك بس ممكن لما ارجع. اوكي دادي. حمدي طب امر سعادتك. غير هدومي واجينا. اتفضل يا باشا اتفضل. كله تمام؟ انت بتداروا انتوا شويه. كوبايه صفوت نصار. حبيبك صفوت نصار سبقنا على جهنم. والخاين اللي زي ميشو الحاوي لازم يحصله يا باشا. بس بعد ما يرجع اللي سرقه. انت صح يا زياد. خاين لازم يحصله. في عنتر باشا. اي خدمه تانية يا باشا؟ لا انت كده تمام. وانا زي ما وعدتك يا باشا الفلوس كلها على دار المليم هتبقى عندك زي ما اتفقنا. يلا صح. يلا اخو. سير يا حمام. يا ولاد الكلب انتوا بتلعبوا بيا؟ انت هتسيبوا انت يا باشا؟ المصلحه يا سيد باشا ولا ايه؟ بقول لك يا ترك لما اتاخرت عليا قلت الليله كلها باظت. عيب عليك يا صاحبي تعرف عني كده برضه. ده انت البودي. انت بتاعك بوليس؟ طبعا وانا داخل على المزرعه يعني زمانه دلوقتي في الطريق. يلا بقى عشان نخلص منهم كلهم. حبيبي عنتر باشا هتلعب بيا. العيال دي هي اللي سرقت. ما انا عارف بالاماره انت اللي رتبت السرقه انت وسيدك صفوت نصار. يا باشا انا خدامك وفلوسك كلها هترجع لك على داير المليم بس تسيبني احصل العيال دي. اسيبك ازاي؟ ده انت ضيفي يعني لازم اكرمك واعمل الواجب معاك. الشاهد على روحك. زياد الخول يا باشا من أمن الدولة وكنت بدافع عن نفسي ومتصاب. حاضر 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 خلاص يا ستي. هو ايه الزن ده؟ جاي اهو باي. مش ممكن يا رب والنبي يا رب تتوب عليا من المستشفى دي بقى خلاص. اللي زهقت يا رب زهقت زهقت يا ساتر. ازيك يا مجنونة يا ام مخ طائق؟ انت فين بقالك يومين كده سايبني ان شاء الله من ساعة ما ست والدتك كان هنا ومحدش شاف وشك. كنت بخلص حساباتي مع الدنيا اللي مغلباني علشان اروق بقى للدنيا اللي انا عايزها. عايزها بجد؟ انت عارفه يا دنيا انت مالكيش غيري وانا ماليش غيرك. خلاص طالما كده يبقى تسيبك من السكه اللي انت ماشي فيها دي خالص وترجع تعيش مع الست غاليه والدتك. ماشي. طب احلف. وحياتك عندي ان شاء الله يدهسنا اكتر. بعد الشر ان شاء الله تقطع حتت. بس بقى انت عارف انا لو عندي ام زي الست غاليه دي كنت سبت الدنيا دي كلها عشان خاطرها. وحشتيني. اول مره تقولها. خلاص.
خلاص مش هقولها تاني. لا 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 استنى، انت كمان وحشتني قوي. اول ما عم فتحي ان شاء الله ما يوصل بالسلامه هنتجوز على طول. انا هنا يا استاذ. ايه ده انت هنا من امتى؟ من ساعه هو وحشتين. طب وانت لابسه كده ليه ورايحه فين؟ رايحه ازور جده في المستشفى انا ودودو. طيب بروحوا بقى وانا هاجي ازوره معاكم بعدين. طيب ما تتاخرش علشان نروح نشتري فستان العيد. عيد؟ عيد ايه؟ ياه ده انت مش هنا خالص، العيد الكبير قرب. كل سنه وانت طيب. يا خبر ابيض ولا كان في دماغي. مش يلا بقى يا دودو يلا يلا يلا. طيب يا ميشو هتيجي؟ جاي عشان اجيب فستان العيد دي نور واجيب لك فستان الفرح. بقولك يا بويا ايه؟ عملت ايه مع العصابه الشريره؟ لا ما خلاص ما بقاش في عصابه. لا فكرت ان انت هتسيبك. لا 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 لسه بس فاضل حته صغيره. ايه ايه ايه؟ لما اجي لك انت ودنيا بس بقى بطلي راغي، لما اجي لك ابقى احكي لك عليها. يلا بقى عشان ما تتاخروش. طيب ماشي يلا يلا. طيب بايا عمر. بايا مجنونه. ميشو ايه مرق تعال. ايه مالك في ايه؟ مصيبه. زياد اخوي هو اللي قتل عبد الباسع وبيحققوا معاه في المدرسه دلوقتي. طب انت ايه ما حضرتش ليه؟ مقصود ايه؟ اللي احنا كنا مظبطينه ان عبد هو اللي يقتل زياد ويتقبض عليه ويبقى كده خلصنا من الاثنين. ما هي هي يا ابني برضه كده خلصنا من الاثنين. ازاي؟ وزياد لسه عايش يعني مش هنسيبها؟ ما هيبقى ساعتها بقى في السجن. انت ناسي ان هو اللي سرق محل عنتر البشر. ايه؟ طب قول يا باشا. ولما البوليس هيروح يفتش شقته هيلاقي شويه من الذهب المسروق عندي اللي انت سبتهم هناك يا ترك. ده غير بقى انه قتل عنتر البشر. انت مش بتقول ان هم بيحققوا معاه دلوقتي؟ يا حلاوه ولو جاب سيرتنا في التحقيق؟ ما يقدرش. لانه عارف ان احنا هنقر على كل حاجه احنا عملناها علشانه. ميزي زياد الخولي مهندس ديكور، ده ضابط شرطه، يعني ممكن يطبقوها له ويخرج وساعتها يعمل ايه بقى؟ يزنجفت على الاثنين. ساعتها بقى ترد انا اللي هخلص عليه. وبايدي. هيا دول. ايه؟ طب انا جاي حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم. هو ميشو مودي جده على فين؟ مودي حبيبتي على المكان اللي هنروحه كلنا إن شاء الله بس بعد عمر طويل. طب وهو ليه ما خدنيش معاه؟ بعد الشر عليك عشان الأطفال الكتاكيت الحلوين اللي زيك ما ينفعش يخشوا جوه. طب ليه؟ عشان من غير ليه هو كده وخلاص. طب هو انت اطفال ايه؟ قصدي يعني انت ليه ما روحتش مع ميشو؟ اروح فين جوه؟ لا اصل انا كفوزي لو دخلت جوه بقى روحي هتروح وقلبي هيتقبض وبعدين انا قلت افضل معاك انت هنا احسن. طب ليه؟ عشان انت ايه حكايتك كل شويه ليه 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 ليه؟ ده انت طلعت لمده قوي. اوف جدو. خلاص روحت. اطلع تركي. اطلع على فين بقى؟ ابوس ايدك ده عندي كام مشوار ولسه في كوافير وموزز عايز الحق. خلاص خلاص نزلنا على اول الشارع
واعمل مشاويرك وبعدين ابعد عليك.